هذا وأعلنت صحيفة الوطن البحرينية أنها ستنشر سلسلة حلقات من تاريخ الزبارة التي كانت شاهدة على حضارة أسسها آل خليفة الكرام شرق الخليج العربي، وانطلقوا منها لتأسيس البحرين الكبرى على كامل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. الزبارة شاهدة على حضارة في شرق الخليج أسسها الخليفة، وانطلقوا منها لتأسيس البحرين الكبرى على كامل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، وأصبحت لمئات السنين موطن الهجرة والأمن والاستقرار ورمز الحكم الرشيد والسيادة والتسامح والانفتاح والنهضة الاقتصادية والعلمية. تقدم لكم الوطن حلقات من تاريخ الزبارة كما ترويها الوثائق والسير، وكيف أصبحت بالخيانة والمؤامرات والتخريب شاهدة على الغدر.